ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون. كريا ليسون، كريا ليسون. كريا لوجيسون، قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتين من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب الضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، فإنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطيئة. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد. آمين. مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والقدس، سلام وبنيانا لكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي. آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطيهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدم والذين قدموها رب رحم. الليل يا أدخل إلى مذبح الله، تجاه وجه الله الذي يبهج شبابي، أعترف لك يا الله إلهي بالقصارى. أذكر يا ربي داود وكل دعته، قال لي إلو نوت فز مرقوت نجي ابنوت بيوت بي بانتو كراتور. آمين.
فز مرؤوت تنجيب فنو جنيس نشيري إيسوس بيا خريستوس بين شويس آمين فز مرؤوت انجيب ابن وما اس اواب امبارك لي آمين إس بتير أجيوس إس إيوس أجيوس إن بنفما أجيون آمين إبلوغيتوس كيريوس أو ثيوس يسوس إيونس آمين ني إثنوس تيرو اسمو ويبشويس مارو اسمو إروفن جنيلاو استيرو جيب ابن ايتاكرو ريجون اووتي بثفين تيبشويس شوبشا إني أمين أللويا لوك سبتريكي يوكي أجيوم نيفوما آتي كنين كاي كيسوس إيوناستون إيونون آمين سوتير إيسوس بيخريستوس جي أف إيرن سكيبازي نيغون أف إير ويسينيرون أف أري إيرون أف شوبتينيرو أف تياس إيرون أف تيتو تين فنتن شا إهري يطاي أونوساي إن صوف أون مريف هوبوس أري إيرون خن بايس وفاين من يوتيرون تابن أون خن هيريني نفنجي بانتو كراتو أوريب شوي سيبن نوتي برو سيفك ساستي كيني بانتوكراتور افيوتم بن شويس ووبن نوتي ووبن سوتير إيسوس بإخريستوس تنشبه موتنتو أشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعاضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة أطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب نسأل ونطلب
يحب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. لا تدخلنا في سوتيس. آمين. كيتو ابن إغما سنتي خني طوي سوام عيب شوي سمي النبيلي انت سيوني هوتي نمائن شوبي تيرونتي يكوب أبصاج ذويتنان إفي أوي اغطيوتي فاكي انت فنوتي الليلويا سيونتي مظنقوس جي أورومي نم أورومي أفشو بي انخيط أو إن صبت تشوسي أبهي سنتي إموس شائني الليلويا إكلينو من طوناتا ناينا نفنوتي في ربي باندو كراتور أنستو من إكلينو من طوناتا ناينا نفنوتي بن سوتير كي أنستو من إكلينو من طوناتا ناينا نفنوتو ناينا كيريالي ايسو او 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 عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أباء الكمامسة والكسوس والشمامسة والإكليلوس وكل الشعب وضعف ليكونهم حالين فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولة المنافقة الاثنى عشر رسول ومن فم نظر إله الإنجيل مرقس ورسول الطاهر رشيد بطريرك قديس سويرس معلمنا ديسكورس وقديس أثناس رسولي وقديس بطرس خاتم الشدا رئيس الكهنة وقديس يوحنا الذهبي الفم وقديس كيريلوس وقديس باسيليوس وقديس غرغوريوس منافاه الثلاث ومائة عشر مقطوعين بنيكيا والمائة الخمسين مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسس ومن فم أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا أنبطة ودروس الثاني هو شريك خدمة الرسولية أبينا الأسقف المقرر أنبا كرولوس أفامينا الفم حكاراتي لأنه مبارك وملوء مجد هو اسمك القدوس وهو الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان الضهد وكلها أمين. Yeah.
علمنا القديس بولس الرسول الولاة لأهل كورنثوس بركاته علينا أمين. كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزناة، وأنني لست أعني زناة هذا العالم أو الظلمة أو الخاطفين أو عابدي الأصنام، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من هذا العالم. فالآن كتبت إليكم ألا تخالطوا إن كان أحد مسمى أخا زانيا أو ظالما أو عابد وسن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، فمثل هذا لا تأكل معه، لأنه ماذا عنني أن أدين الذين في الخارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين في الداخل؟ أما الذين في الخارج فإن الله يدينهم. فاعزلوا الخبيث من بينكم. أيتجاسر أحد منكم إذا كانت له دعوة على آخر أن يحاكمه لدى الظالمين وليس عند القديسين؟ أما تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، أفأنتم غير مستاهلين للمحاكم الصغرى؟ أما تعلمون أننا سندين ملائكة فبالأولى أمور هذه الحياة؟ فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فيجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاء. إنما أقول هذا لتخجيلكم، أهكذا ليس فيكم حكيم ولا واحد يستطيع أن يقضي بين أخوته
نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي أمين. كاس الكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الأولى بركاته على جميعنا أمين. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسين بالإيمان للخلاص المعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون الآن قليلا وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب كثيرة متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم كريمة وهي أسمد من الذهب الفاني المجرب بالنار فتجدون بفخر ومجد وكرامة عند ظهور يسوع المسيح ذلك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه ذلك الذي وإن كنتم لا ترونه الآن تؤمنون به فابتهجوا بفرح لا ينطق به ومجيد نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم ذلك الخلاص الذي فتش وبحث عنه الأنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي صارت فيكم باحثين عن الوقت الذي تكلم عنه روح المسيح فيهم إذ سبق فشهد عن ألام المسيح والأمجاد التي بعدها الذين أعلن لهم إنهم ليس لأنفسهم كانوا يعملون بل لكم كانوا يخدمونها هذه التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطتهم الذين بشروكم بالروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يزول شهوته معه أما من يعمل مشيئة الله فإنه يبقى للأبد أمين. شريف نوتي Oh,
صواب جاكيك صوتي من عينا الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وللوقت ودع الإخوة بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، فلما أقبل إلى هناك دخل إلى مجمع اليهود وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط القلب فحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور صارت هكذا؟ فآمن كثيرون منهم، وقوم من كرام الناس اليونانيات ومن الرجال عدد ليس بقليل. فلما علم اليهود الذين في تسالونيكي أن بولس ينادي بكلمة الله في بيرية أيضا، وافوا إلى هناك وهيجوا الجموع وأقلقوهم. فللوقت ودع الإخوة حينئذ بولس لكي ينطلق نحو البحر، وأما سيلا وتيموثاوس فبقي هناك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في هذه البيعة وكل بيعة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتعتز في هذه البيعة وكل بيعة. إخوتي أمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 30 من شهر أمشير المبارك أحصى الله انقضاء وعده علينا وعليكم مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبائي إخوتي أمين. في هذا اليوم نعيد بتذكار وجود رأس القديس يوحنا المعمدان، وذلك أنه لما أمر هيرودس بقطع رأسه وأحضاره إليه وتقديمه إلى الفتاة هيرودية التي على طبق كما طلبت، قيل أنه بعد انتهاء الوليمة ندل على ما قد ندل عن قتل يوحنا فأبقى الرأس في منزله. واتفق أن أريتاس ملك العرب صهر هيرودس حنق عليه لأن طرد ابنته وتزوج بامرأة أخيه وهو حي، فأثار عليه حربا ليسأل لابنته، فغلب هيرودس وشتت شمل جنوده وخرب بلاد الجليل. وقد علم تبريوس قيصر أن السبب في هذه الحروب هو قتل هيرودس للنبي العظيم في شعبه وطرد ابنة أريتاس العربي وتزوجه من امرأة أخيه، فاستدعاه إلى روميا ومعه هيرودية، فأخفى هيرودس رأس القديس يوحنا في منزله وسافر. فلما وصل إلى هناك أمر تبريوس بخلوة تجريده من جميع أمواله، ثم نفاه إلى بلاد الأندلس حيث مات هناك وخرب منزله وصار عبلا من يعتبر. واتفق بعد مدة من السنين أن رجلين من المؤمنين من أهل حمص قصد بيت المقدس ليقضي مدة الصوم الكبير هناك، وأمس عليهما الوقت بالقرب من منزل هيرودس فنام فيه ليلتهما. فظهر القديس يوحنا لأحدهما وأعلمه باسمه وعرفه بموضع رأسه وأمر أن يحمله معه إلى منزله. فلما استيقظ من نومه قال ذلك لرفيقه وذهب إلى حيث المكان الذي كان رأس القديس مدفونا فيه، وحفر فوجد وعاء فخاريا مختوما، ولما فتحاه انتشرت منه روائح طيبة ووجد الرأس المقدس فتبارك منه، ثم أعاداه إلى الوعاء وأخذه الرجل الذي رأى الرؤيا إلى منزله ووضعه في خزانته وأضاء أمامه قنديلا. ولما دانت وفاته أعلم أخته بذلك، فاستمرت أيضا تنير القنديل، ولم يزل الرأس ينتقل من إنسان إلى إنسان حتى انتهى إلى رجل أريوسي، فصار ينسب ما يصنعه الرأس من آيات إلى بدعة أريوس. فصلت الله عليه من طردوا من مكان، وبقى مكان الرأس مجهولا حتى زمان القديس كيرولوس أسقف أورشليم، حيث ظهر القديس يوحنا لأنبا مرتيانوس أسقف حمص في النوم وأرسل وأرشده إلى موضع الرأس فأخذه. وكان ذلك في 30 من شهر أمشير. صلاة هذا القديس تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1687 للشهداء الموافق 9 مارس 1971 ميلادية، تنيح القديس البابا كيرلس السادس البابا 116 من بابوات الكرازة المرقسية، وكان اسمه قبل الرهبنة عاذر يوسف عطا، وقد ولد في 8 أغسطس 1902 ميلادية الموافق 2 مصر 1618 شهداء بمدينة دمنهور
من والدين محبين للكنيسة والمبادئ المسيحية، ولما كبر كان يحلو له أن يختلي في غرفته الخاصة وينكب على دراسة الكتاب المقدس، مواظبا على الاستزادة من علوم الكنيسة وطقوسها وألحانها وتسابيحها، وظل يمارس الحياة الرهبانية قبل الالتحاق بالدير أكثر من 5 سنوات. وفي يوليو سنة 1927 ميلادية صمم عاذر على الانخراط في سلك الرهبنة، فاستقال من عمله المرموق وتوجه إلى دير البراموس في حبرية البابا كيرلس الخامس البابا 112 من باباوات الكرادة المرقسية. ظل عاذر تحت الاختبار عدة شهور، ثم زكاه الآباء رهبان الدير ليكون راهبا معهم، فسيم في 17 أمشير 24 فبراير سنة 1928 ميلادية باسم الراهب مينا البراموسي. وفي يوم الأحد 18 يوليو سنة 1931 ميلادية رسم قسا باسم القس مينا، ثم درس بعد الوقت في كلية الرهبان اللاهوتية بحلوان. ولما سمع بنبأ ترشيح البابا يؤنس البابا 113 من بابات الكرازة المرقسية له ليكون أسقفا، هرب إلى دير الأنبا شنودة بسوهاج. ولما عاد كأمر البابا البطريرك كشفه برغبته في الوحدة، فصرح له بتحقيق رغبته تحت إرشاد شيخ الرهبان التقي العابد القمص عبد المسيح المسعودي، فتوحد في مغارة تبعد عن دير البراموس مسافة ساعة سيرا على الأقدام. وفي أوائل عام 1936 ميلادية عاش في طاحونة مهجورة في صحراء مصر القديمة، وكان يقيم فيها القداسات اليومية. وفي سنة 1941 أسندت إليه رئاسة دير الأنبا صمويل في جبل القلمون بمغاغة، فعمره وجدد كنيسته وشيد صوامع الرهبان وتتلمذ على يديه نخبة من الرهبان الأفاضل. وفي سنة 1947 ميلادية انتقل إلى مصر القديمة، حيث بنى كنيسة القديس مريمينا بالنذور القديلة التي كانت تصله، وكان يقوم بالبناء بنفسه مع العمال، وقد تتلمذ على يديه نخبة من الرهبان الأتقياء الذين أقامهم الله أساقف للكنيسة بعد ذلك. وفي سنة 1949 ميلادية ألحق بالكنيسة منزلا لإيواء الطلبة الغرباء، وقد اشتهر بالصلاة الدائمة والإيمان القوي، فكان يأتي إليه المرضى من جميع أنحاء البلاد فيصلي لهم، وبقوة إيمانه كانوا جميعا يشفون من أمراضهم. وقد أكرمه الله بهذه المعجزات في حياتي وأيضا بعد نياحتي وحتى الآن، وقد اختارته العنان الإلهية بالقرعة الهيكلية ليصير بابا الإسكندرية البابا 116 في 10 مايو 1959 ميلادية الموافق 2 بشنس سنة 1675 شهداء. وفي 28 يونيو 1959 ميلادية قام قداسته برسامة بطريرك جسليق لأثيوبيا، وعقدت اتفاقية بين كنيستي مصر وأثيوبيا لتأكيد أواصر المحبة بينهما. وفي نوفمبر سنة 1959 أرسى حجر الأساس لدير الشهيد ماريمينا العجيبي بصحراء مريوط، وأعاد له جزء من جسده الطاهر، وبنى به كنائس وكاتدرائية تشابه في مجدها الكاتدرائية القديمة في المدينة الأثرية. وفي يناير 1965 ميلادية رأس مؤتمر الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في أديس أبابا، وهو يعتبر أول مجمع مسكوني للكنائس الأرثوذكسية غير الخلقدونية في العصور الحديثة. وناقش المؤتمر أمورا هامة تتعلق بالخدمة والكرازة في العالم المعاصر وعلاقة الكنائس المجتمع بالكنائس الأخرى، وقام بترميم الكاتدرائية المرقسية الكبرى بكلود بيب القاهرة، والتي كان قد مر على بنائها 100 عام وزينت بالرسومات الجميلة. وفي سنة 1967 ميلادية عمل الميرون المقدس، وكان حدثا تاريخيا هاما، إذ هذه هي المرة 26 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وفي سنة 1968 ميلادية
تجلت القديسة العذراء مريم أم النور كلية الطهر فوق قباب كنيستها في ضاحية الزيتون، وكان إعلانا سماويا عظيما لم يسبق له مثيل منذ حلول الروح القدس على التلاميذ القديسين في يوم الخمسين، فقد ظهرت بنور سمائي يعجز البشر عن وصفه، واستمر الظهور عدة شهور مع ظهور أجسام نورانية وحمام نوراني وبخور عطر، ونال الألوف من ذوي الأمراض المستعصية نعمة الشفاء، فقد فتحت أعين العميان وبرأ المشلولين، وقام المقعدون من مختلف الأديان والجنسيات، وعم الفرح والعذاء الجميع ومجدوا الله كثيرا. وفي يونيو سنة 1968 ميلادية استقبل البابا كيرلس السادس جسد القديس ماري مرقس بعد غيبته عن أرض مصر لها 11 قرنا من الزمان، وأودعه في مزار خاص بني خصيصا تحت مذابح الكاتدرائية الجديدة للقديس ماري مرقس التي أنشأها البابا كيرلس السادس، وافتتحها في احتفال عظيم حضره رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسي الأول إمبراطور إثيوبيا، ووفود من كنائس العالم كله وجموع كثيرة من الشعب. لم ينسى البابا كيرلس السادس يوما أنه الراهب الفقير مينا، فكان طعامه بسيطا، وما أكثر الأيام التي عاشها على الكمون والملح والخبز الجاف. وفي صوم البتول العذراء مريم والصوم الكبير كان يتناول الطعام مرة واحدة في المساء بعد صلاة القداس الذي كان يقيمه يوميا، وملابسه كانت بسيطة جدا ونومه قليلا. ظل مواظبا على صلاة التسبيحة اليومية، فيبتدئها قبل شروق الشمس ثم يعقبها بصلاة القداس، وكان يصليه في هدوء وعمق وصوت منخفض ووجهه مطرق لأسفل وعينه مغلقتين، وصلاة تكاد تكون بلا لحن وفي وقار وخشوع، وكثيرا ما كان يذرف الدموع الغزيرة فيبكي كل من يراه. وهو أول بابا في الجيل الحاضر فتح بابه لكل إنسان، فكان كل فرد يستطيع أن يجلس معه ويكلمه بلا مانع ولا عائق، ويرشد الضال ويقوم المعوج ويصلي لمن يحتاج إلى المعونة، فتجددت حياة الكثيرين. وكم من مرضى شفوا، وكم من حالات إخراج للشياطين بكلمة بسيطة من فمه المبارك، وكم من مشكلات حلت بصلواته. وكان مواظبا على رفع بخور عشية، وبذلك كان يومه كله صلاة في الكنيسة وفي القلاية وفي مقابلاته وفي سيره وعند تناول الطعام، وكان دوما يتلو المزامير رفعا لله عقله وقلبه وكل حواسه، حتى قيل بحق إنه رجل الصلاة والمعجزات. لقد اجتاز تجارب عديدة من داخل الكنيسة ومن خارجها، فانطبق عليه قول بولس الرسول: جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. وكم كانت يد الرب معه، فكثير من أعدائه والذين قاوموه لم ينجح منهم أحد. ولما أراد الله أن يريحه من أتعاب هذا الزمان الحاضر، ألهمه بذلك برؤى عديدة وإعلانات سماوية كثيرة، وكان يصرح بها أمام أحبائه. ومرض قليلا، وفي يوم نياحته استقبل عددا من أبنائه، وعند خروج آخر واحد وكان كاهنا رفع الصليب وقال: الرب يدبر أموركم. ودخل قليته واستودع روحه الطاهر بيد الله الذي خده، ودفن تحت مذبح الكاتدرائية التي أنشأها. وفي 15 هاتور سنة 1677 للشهداء الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 ميلادية، نقل جسده الطاهر في احتفال مهيب إلى دير الشهيد ماري مينا بمريوط حسب وصيته، ليكون بجوار شفيعه العظيم ماري مينا. وفي يوم نقله أعلنت السماء احتفالها بهذا القديس العظيم، حيث أرعدت السماء وهطل المطر بشكل غريب لم يحدث له مثيل من قبل. تم الاعتراف به قديسا في جلسة المجمع المقدس للكنيسة القبطية
برئاسة البابا طاووس الثاني البابا 118 من باباوات الكرازة المرقسية في 20/6/2013 ميلادية، وقد قام قداستي بتدشين أول كنيسة باسم القديس البابا كيريلوس السادس في دير الشهيد العظيم مريمين العجيبي بصحراء مريوط، وذلك في 2/3/2014 ميلادية. بركة هذا القديس الرسول تكون معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين. Sanatos o ekbar seno genetis eleison imes agios ose os agios echeros agios asanatos o estavrotis imes eleison imes agios
os agios es chiros agios asanatos o anastasekton nekoron ke anelson estos oranos en eison imezok sebetrike Eonon amina getri eleisoni ebebrosake sasite inibasite ketovnevmati المسيح الان الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الاطهار المكرمين قائلا ان انبياء نبرا يسمع اما انتم فطوبى لكم لا تبصر ولاذانكم لانها تسمع فلنستحق ان نسمع نعمل بانجيلك المقدسه بتلباط قديسين صلوا من اجل انجيل المقدس يا رب اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا اصون ان نذكرهم في سؤالتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا الذين تبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا قيامتنا كل وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مار لوقا البشير بركاته سوتيرو بن أوروتيرين إثوت بكريستوس إبشيري مبنوتي بيت أمي ونافشايني بيوفا بنوتي زوكسا سيكيري زمير يا بين داود النبي والملك بركاته
اعترفوا لك بخطيئتي ولم أكتم اسمي، قلت أعترف للرب باسمي، وأنت صفحت لي عن نفاقات قلبي. باسم الرب إله القوات، المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت المكيال، بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. سراج الجسد هو العين، فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، ومتى كانت شريرة فجسدك يكون مظلماً. انظر إذن لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم يكون نيرا كله كما حينما يضيء لك السراج بلمعانه. سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحل في قلوبكم
بالمسيح يسوع ربنا خير واخطأته يا رب يسوع اغفر لي لأنه ليس عبد بلا خطية ولا سيد إلى مغفرة جبني وتدخن فيه عرفت ضوين جيب كران مارسين جيتك متور جفوق ببيو شاني إني جفز مروت جفيوت نم بشيري نم بيبن وما إسواب تتريا ستجيك بول تنعشتم مستنتي إن سوف يسوك بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار آتي يا أبا حلوني أختي سامحوني صلوا من أجلي إيش لي لبلوجيتي إيه بروس أفكي استاسيتي إيرني باسي كتب نظماتي كل قوة النطق وكل فكر العقل غنى مواهبك يا سيدنا لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء هذا أظهرته لنا نحن الأطفال الصين إغار وما اشتهت الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروا هذا نعمت به لنا نحن الخطاة لكي نخدمه ونتطهر بواسطة آته عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها
ولا بر الجسد. أما الخروف فروحي، وأما السكين فنطقية وغير جسمية. هذه الذبيحة التي نقدمها لك. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطيبة الرسول. يا رب ارحم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البار طهر شفاهنا وأعتق عقولنا من كل اختلاط هيولي، وارسل لنا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبتك الغير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب، الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا 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 على هذا الرأس، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا ننسي بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا رب نعم لنا خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح، لأنك أتيت وخلصتنا رحمة سلام ذبيحة
حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إلى الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر المتواضع الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجدي والمسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس كفو الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والربوبية والقوات وإلى الشرق انظروا أنت والسيرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون بالدوام بغير سكوت قائلين ابرسخومين الشيروبيم يسجدون لك والسيرافيم يمجدون صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. قدوس بالحقيقة أيها الرب
إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوسنا عيم وعندما خلفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النام عيم لم تطرحنا عنك أيضا إلى الإنقين تعتنى دائما بأنبياءك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس في الظلمة وزلالي الموت ابنك الوحيد ربنا وإلى أن أخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا وعملنا بالميلاد الذي من فوق بسط الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا طهرا بروحك القدوس هذا الذي أحب خصد الذين في العالم مثلنا ما ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا أفشينا في بسيت إمنتي إفولهتين بستافرو آمين تي السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكون بالعهد ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله كرحمتك يا رب وليس كخطايا أنا ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتأخوة لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب ولا دنس الطوبويتين المحييتين نؤمن أن هذا هو بالحقيقة
آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكر آمين وباركه آمين وقداسه آمين. نؤمن ونعترف نمجد وقسمه وأعطى لتلاميذ القديسين وسطى المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم عن كثير يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. باي ريتيون بك أبوت من الصبد بن أبسط في إيفول خن أو إرب نم أو مؤو إطف شبه موت آمين. أف اسمه إيرو آمين. أف إرآجي يذي نمو آمين. كبالم بستيف أومن كأمو لغومن كيزوك سازومي آف جيمتي بيافتي ونيت نوفن عجيوس ما ستي سوون أبسطولوس اس أواب افقو إموس خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة آمين. لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامي المقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك. ابروس خمين آمين. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له آمين.
يس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. أمين يا رب رحام يا رب رحام يا رب ارحام. اجعلنا مستعقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وجميع الأساخف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا أذكر يا رب أبانا طوباو المكرم رئيس كان بطريركنا البابا بطرس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف الطوباو المكرم أنبا كيرلس آفا مينا. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا الأنبا طوادروس الثاني بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا كيرلس أفامينا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإبزاكونين وسبع طغمات كنيسة الله. يا رب رحم وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب ضابطا القدس. أذكر يا
صلاة هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات يا بين الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم وديرنا هذا وسائل المدن والأقاليم والجزائر والديورة يا رب ساكنين فيها بمن لا تفضل يا رب ويت السماء وثمرات الأرض في هذه الثانى باركها. ربوع نويت السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يباركها المسيح إلهنا ويكملها سالمة بغير آفة ويغفر لنا خطايانا. يا رب رحم يا رب رحم يا رب رحم. أسعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرسها وان تكسر اسمارها عدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك اكليل السنه بصلاحك من اجل فقراء شعبك من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لك في كل شيء كل حين ازداد في كل عمل صالح. قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء صلوا هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين قدموا جميع القديسين الذين أرضوك منذ البال آبان القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين ولدت القديسة الطاهرة مريم والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد القديس تفنس أول الشمامسة وأول الشهداء القديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيلي والشهيد البطريرك القديس ساويرس وقديس كيريلوس القديس باسيليوس وقديس غرغوريوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس فرباء الأنبا بولا أسرس أنبا مقاطر القديسين أبانا أنبا يؤنس أبانا أنبا بشوي أبوانا القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسع أربعين شهيدا وقوي أنبا موسى أبانا أنبا بخم أب الشرق وأبانا أنبا شدود رئيس المتوحدين
أبانا أنبا نفر ساحة، أبانا أنبا سمي المعترف، وكل مصاف قديسيك، هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعى علينا. القارئ فليقولوا أسماء بطر سين الذين رقد الرب ينيح نفوسهم خطايا. بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. المجد لك يا مثلث الرحمات الأنبا سرابمون. تفضل يا رب نيح نفسه في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علوم في موضع قدرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسين. اطلبوا عن أبائنا ويا
إخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البات، أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وأبائنا الأساقفة، ومعهم نفس أبينا مثلث الطوبة والرحمات، أبينا الأسقف المكرم الأنبا سرابمون، وأبائنا القمامصة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين، وعن نياح كل المسيحيين لكي المسيح إلى هنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا فليصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا نفوسهم، نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. كما في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس البركة والسلام لجميعكم ولروحك أيضا. وأيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسلك أن مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية غير المائتة. آمين. الجسد المقدس نسجد لجسدك المسيح الضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا البركة
والسلام لجميعكم ولروحك أيضا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم، علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس، وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. كيريه ليسون، كيريه ليسون يا رب. الصلاة هما اللذان رفع إيليا إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بأصبع الله. كيريه ليسون، كيريه ليسون يا رب برحام. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما أهل نينوى، فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم. كيريه ليسون، كيريه ليسون يا رب برحام. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. كيريه ليسون، كيريه ليسون يا رب رحام. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهم الشهداء حتى سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهم الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في ملك المسيح. كيريه ليسون، كيريه ليسون يا رب فلنصم عن كل شر بطهارة وبر، نتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجن غير مخذي بالرياء ومحبة كاملة رجاء ثابت نقصر بدلة بغير خوف ونطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والكون Jesus, Jesus,
rejoice. تسقيف العاصمون تكيريون كثيرة حيث كثيرة استكنا لا تمنع حالنا حال كل شعب كل خطيئة كل عن كل كحوت كل من كلمة قد أنا أملانا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم الله رب إلى التمام كل أمر الدين نمنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين وكل أسماء وكل أسماء وكل أسماء وكل أسماء المسيح عصر ربنا هذا لازمكم أذكر بسلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه الكائن المقدس مسكون القصص بطريرك الآب المكرم رئيس أساقف البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني وشريكه في القمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا كرولوس أمين حفظا أحفظه من ناس كثيرة أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها فلست حقا مع روحك أيضا سب بخوف الله أمين أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله قدوس من الروح القدس أمين واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس أمين كتب نظماتي سو جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين آمين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين آمين حقيقة أمين حقا أؤمن أمين 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 أؤمن 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 واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين 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 أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين أطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم
أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السمائية. يا رب ارحم زوج سايكيريه